اسلام، ليه الاهلي يخسر 5 من صن داونز؟ بتتكلم على الاهلي اكبر فريق في القاره الافريقيه، اكبر فريق حصد بطولات في القاره الافريقيه، اكبر فريق وصل للمباراه النهائيه في اخر 5 سنوات. النادي الاهلي اكيد اسمه اكبر من صن داونز حتى على مجموعه اللاعبين والارقام اللي بتدفعها، فالاهلي بيدفع كل حاجه المفروض تخلي الاهلي اقوى. ليه اخسر 5؟ ليه ما يبقاش مثلا هدف او اتنين؟ مفهوم انك ينفع تخسر، يعني مش هقول ان الاهلي يكسب كل مبارياته، ليه يبقى 5 اهداف؟ بص يا كريم، انا هقول تقسيمه للمدرب. المدرب 3 عناصر بيشتغل عليهم: تريننج، درب اللعيبه كويس بشكل كويس، يبقى معددهم بشكل كويس، الجيم، ان انت بتحط البلان بتاعه الجيم، هتلعب بايه، هتلعب بمين، والكوتشنج اثناء المباراه. صح. الاهلي عنده تباين غريب في عدد في المدربين الاجانب في الفتره اللي فاتت في النقط دي. يعني موسيماني كان مدرب في تريننج، لو سالت اي لعيب في النادي الاهلي هيقول لك اسوأ مدرب كان بيدربنا موسيماني. بس موسيماني مثلا في نقطه الجيم والكوتشنج كان عالي جدا جدا جدا. فايلر شبه ان هو كان عنده 3 مكتملين مثلا. كولر انا عندي تحفظ عليه في موضوع الكوتشنج، بيعمل تريننج كويس، بيحط جيم كويس، بيحط بلان كويس، لكن هو ما بيقدرش ان هو يدير المباراه. في مباراه ادارها كويس، بس المباراه اللي مشيت بالسيناريو اللي هو عايزه، يعني مباراه الزمالك، مباراتين الزمالك سواء في السوبر او في الدوري، مشيت بالسيناريو اللي هو عايزه. هو بيلعب تحت الكوره، بيجي له مركز على حاجات معينه، مركز ورا الباكات مثلا، نفس القصه في ماتش بيراميدز. لكن المباراه الكبيره بتفلت منه بالذات لو حس ان هو سكور. خلينا نرجع 3 مباريات كده. ريال مدريد مش ممكن اكون 2-1 ومندفع بالشكل الرهيب ده. انا برضو مهما كان بلاعب فرقه كبيره، ريال مدريد ردت على النقطه. مباراه فلامينجو كل لعيبه النادي الاهلي اخطات، يعني محمد شريف ومحمد الشناوي كله، ممكن نقول ان كله اخطا، لكن في الاخر وهي 2-1 وانت مطلوب منك 1 في الملعب خالد الفتاح، ايه المانع ان انت تنزل لعيب سيرد باك او تنزل مدافع وتقفل؟ انت في الاخر مش خسران وعايز تكسب. انت اوريدي ده كنت لسه اقول لك كده في مباراه ريال مدريد. صحيح انت تلعب ريال مدريد بس خسران، فانا هاجم. لا ما خلاص، ما ده كده سيمي فاينل. انا عشان اقول لك ان ده تفكير كولر بس. يعني ادي حاله هو فايز فيها وادي حاله خسران فيها. وانا بلعب صن داونز المشكله هنا ان في ريال مدريد انت شايف في فرق، فلامينجو شايف في فرق شويه، رغم ان الاهلي مع الانديه البرازيليه السنه اللي فاتت كان بيأدي بشكل كويس جدا، لكن صن داونز ده خصم ليا معروف ان انا في مباراه تاريخيه بيني وبينه. لما النتيجه تبقى 2-1 او النتيجه تبقى 3-1 و3-2 وانا شايف اللعيبه بتاعتي مش شايفه، ازاي يفتح الملعب بالمنظر ده؟ ملعب صن داونز ملعب كبير جدا، شبه ملعب برج العرب، محتاج لياقه بدنيه عاليه جدا، محتاج ان انت يكون عندك لعيبه فت ومركزه، وكده كان واضح انه مش موجود في لعيبه النادي الاهلي. انا عندي تحفظ على كولر ازاي بيدير المباريات، ازاي بيتقبل الهيف سكور. خد بالك لعيبه الاهلي عندها مشكله دلوقتي ان هي احنا بنتكلم في 4 و4 و5، بنتكلم في كمان نتائج صغيره، ببقى كسبان الداخليه ومطلوب منه 1، الداخليه بتعادل في اخر وقت، فيوتشر مطلوب منه 1 وبيتعادل معايا، في ازمه في القصه دي. انا هقول لك مثل، كان في مدرب مع نادي الزمالك اسمه اوتوفيستر في اول الالفينات. اوتوفيستر كان مدرب كويس جدا 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 جدا، وكان محقق نتائج كبيره جدا في افريقيا. دي برضو نقطه انا شايف ان كولر ما عندوش خبرات افريقيه خالص، واضح الراجل مش شايف هو بيلعب فين ومع مين خالص. اوتوفيستر في اول موسم ليه قدر ان هو يفوز بكاس الكؤوس الافريقيه، قدر ان هو يفوز بالدوري العام، لكن تاني موسم كان بيلعب زي كولر كده، انا مش مهم هيخش فيها كام، انا المهم اجيب كام. فضل يكسب مثلا الترسانه 5، خش في 2، سوهاج 3، تعادل 3-3، لحد ما دخل في البيج جيم مع الاهلي خسر 6، مع الزمالك مع الاسماعيلي خسر 4، ابتدت يبقى في مشكله كبيره في الاخر. الناس مش فاكره الاوتوفيستر اي بطولات، لكن فاكره له ان هو للاسف هو اللي خسر البيج سكور. انا شايف ان كولر لو ما راجعش حساباته في مباريات الكبيره وهي ماشيه ضد رغبته، هيبقى في مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي. مع كولر حاسك متضايق. لا اسلام دي اول مره فيتكلم براحته. لا لو معترض لا شايفه متضايق اللي هو ايه. لا لو معترض عارف انت بيفكر دلوقتي هو اسلام جاي يتكلم بقى لوحده ولا ايه؟ معلش يا اسلام حبيبي، انا عارف انت مش مبسوط ان اسلام موجود. لا يعني